محليا دائما وفي الرياضات الأخرى، توج نادي برج بوريريج بكأس الجمهورية لكرة الطائرة، وذلك على حساب نادي عين أزال في النهائي الذي جرى بقاعة الشراقة. يوسف مربعي كان حاضرا وعاد لنا بالتالي. في مباراة كبيرة احتضنت القاعة المتعددة الرياضات للشراقة، توج نادي برج بوريريج بكأس الجمهورية لكرة الطائرة بعد فوزه في النهائي على نادي عين أزال بثلاثة أشواط لصفر في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا ومستوى تنظيمي جيد. الحمد لله على التتويج هذا، ونشكر فريق عين أزال اللي يعني دار باركور اونورابل. وبعد ذلك حنا لوبجيكتيف تاعنا اولا غاردي لو تيتر تاعنا اللي فزنا به العام اللي فات، والحمد لله وفقنا رب العالمين اللي هزينا لاكوب اليوم. وحنا لوبجيكتيف تاعنا نعملوا كما العام اللي فات، معناتها مازال عندنا دوزيام اوبجيكتيف اللي هو البطوله ان شاء الله. شيقه بين فريق عريق اللي هو برج بوريريج، كان فاز بسهوله. نهنئ فريق فانار عين أزال المشاركه تاعو لاول نهائي، ونشجعوه في الحفلات القادمه، وحنا مبروك علينا وان شاء الله في المواسم الاخرى ان شاء الله. فرحانين والحمد لله، صافي الفينال صافي بليزير. وبرجك ما يخاف عليكش باللي برج فريق كبير، حنا ما كناش حاضرين، كانوا خير منا، يستاهلوا لاكوب. فيكتوار سي با اون بيرت، باسكو الحمد لله اون افون بيرت كومبيتيسيون دوفون اون غروند ايكيب، لا كومبوزونت اللي برست على ليكيب ناسيونال، اون سي اون ايكيب جون، اون سي تو ديفلوبي ان بون ماتش. البرتغال يربحونا 3-0، مبروك عليهم لاكوب. مي حنا سي نوتر بروميسي، الخطره الجايه ان شاء الله ربي يجيب الخير. نقول الحمد لله، هذا هو الهدف تاعنا، هو ان ندخلوا بتنظيم جديد باش يكون في اقبال تاع الجمهور، وهذا شيء لازم حتى بالنسبه لتطوير الكره. المستوى الفني نظن المقابله ما كانتش يعني قويه، لانه كاين فيه ممكن فرق شويه في المستوى، ولكن الحمد لله المقابلة بصفة عامة جرت في ظروف جيدة جدا. وعرف الشوط الأول من المباراة بداية قوية لفريق عين أزال الذي سجل عدة نقاط وسط تشجيعات جماهيره الغفيرة التي تنقلت من سطيف إلى العاصمة، قبل أن يعود نادي برج بوريريج في النتيجة بسبب الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها نادي عين أزال، لينهي الشوط الأول لصالحه ب 25-21 نقطة. بداية الشوط الثاني كانت قوية لأبناء مدينة البرج، حيث بسطوا سيطرتهم عليه، زادتها الأخطاء الكثيرة في الاستقبال من جانب نادي عين أزال بسبب قوة إرسالات الفريق البرايجي بقيادة اللاعب الدولي ياسين حكمي، لينهي رفقاء هذا الأخير الشوط الثاني بفارق كبير عن منافسهم وبنتيجة 25-12. في الشوط الثالث انهار كليا نادي عين أزال، حيث وصل الفارق في بعض الأحيان إلى 15 نقطة ليستعرض أشبال المدرب عبد الباقي ضيف عضلاتهم، وينهون الشوط الثالث واللقاء لصالحهم بواقع 25-14 في مباراة عرف البريجية كيف يستغلون فيها خبرتهم للفوز بالكأس للمرة الثانية على التوالي والسيطرة على كرة الطائرة الجزائرية هذا الموسم باعتباره قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالبطولة كذلك. أما التشكيلة الصيفية فأمامها كل المستقبل للبروز واكتساب الخبرة أكثر من أجل تسجيل اسمه في سجل إنجازات الكرة الطائرة الجزائرية.